بلدنا حلوة ومليانة أماكن حلوة ومليانة أماكن ممكن نروحها على سبيل الزيارة وعلى سبيل العلاج والاستشفاء. وإحنا بنتكلم عن السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية حول العالم، في أماكن كتير جدا فيها أماكن حلوة، بلدان كتير فيها أماكن حلوة، لكن عرفت تروج لنفسها وعرفت تسوق لنفسها وبقت متصدرة، على الرغم من أن الأماكن اللي عندهم ممكن تكون فقيرة في عددها، يعني عددها قليل، وممكن تكون فقيرة في إمكانياتها، لكن هم قدروا يوصلوا رسالة للعالم أن إحنا عندنا أماكن مميزة، تعالوا زوروا الأماكن دي. عندنا في مصر أماكن كتير جدا تصلح للاستشفاء، وإحنا بنتكلم في مفهوم السياحة العلاجية الشامل بنركز شوية في الحلقة دي أو في الفقرة دي على السياحة الاستشفائية. هنقف وقفة فيها، هنشوف الأماكن الحلوة في بلدنا، هنشوف ممكن نستفيد منها إيه، ممكن نروحها إزاي، خريطتها شكلها إيه، موجودة فين الأماكن دي، هنشوف كل ده مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة الدكتور عبد العاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية. صباح الفل يا دكتور، منورنا، أهلا بيك. أهلا بيكي وأهلا بدريم، وشكرا لدريم على الضيافة وال نورني يا دكتور. وخليني أبدأ مع حضرتك بمفهوم السياحة العلاجية. هو السياحة الصحية، لأن ده المفهوم الكبير اللي بيشمل السياحة العلاجية الطبية ثم السياحة الاستشفائية. ويمكن دي صناعة من الصناعات اللي ربنا حابة مصر فيها بكمية وفيرة جدا من الإمكانيات، سواء في المجال الطبي، خبراء وأطباء واستشاريين وفريق طبي ومباني منشآت وتجهيزات موجودة طبعا في مصر كلها، سواء ما يتبع القطاع العام أو القطاع الخاص أو حتى مستشفيات وتجهيزات المجتمع المدني. تمام. ثم الجزء الثاني اللي هو الاستشفاء البيئي موجود في مصر كلها، واللي حيك يعني النهاردة حابة يكون في تفصيل عنها طبعا، لأن ده يعني حلقات وحلقات يدوب تكفي إلقاء الضوء على هذه الصناعة العظيمة جدا، وهي صناعة السياحة الصحية. يمكن نتكلم عنها بمنظور اقتصادي أخذ بال حضرتك، ففي أرقام بتتكلم عن نفسها، إن مصر فيها عدد كبير جدا يزيد عن 1000 مكان موجودين في مختلف المحافظات، سواء كان ما يشمل كل تطبيقات السياحة الاستشفائية. الحاجات دي موجودة في معظم المحافظات، وكمان هنلقي الضوء عليها بعد شوية، إضافة إلى وجود يعني الطبيعيات اللي ربنا حبى بها مصر، الشمس طول السنة تقريبا، في حين ده نوع من أنواع العلاج اللي موجود فعلا في كل دول العالم. إضافة إلى المياه الكبريتية اللي موجودة في أماكن كتيرة جدا، إضافة إلى السواحل الشرقي والشمالي، آلاف الكيلومترات اللي جزء منها كبير جدا بيصلح للعلاج. تجربة رائدة عملتها تونس ونجحت فيها من أكثر من 25 سنة، وسبقت كل الدول العربية بما فيها مصر في هذا النوع من سياحة العلاج بالمياه. طيب خليني اقف مع حضرتك بقى شويه اكتر في واحنا خدنا من سيادتك المفهوم سياحه الاستشفائيه. لو رسمنا خريطه مصر، ايه ابرز الاماكن اللي عندنا ممكن نروحها ونقول فيها سياحه استشفائيه، او انا اروحها كمواطن بقى مصري او كمواطن عربي بيتفرج علينا يتوجه للمكان ده للعلاج فيه؟ هو طبعا التاريخ يعني كان حافل بالتجارب القويه، سفاجه كانت قبلة للاستقبال قدماء المصريين من المصريين ومن الضيوف، حتى أن يعني يحكى في التاريخ أن حتشبسوت كانت بتعالج في سفاجة منذ آلاف السنين، فتعتبر سفاجة رقم واحد لتميزها بالآتي. نمرة واحد الرمال السوداء، ودي مهمة جدا للعلاج من بعض الأمراض مثلا زي الصدفية وزي الروماتويد والروماتيزم، إضافة للمياه المالحة متوفرة كتير جدا في سفاجة، وجود الاثنين مع الشمس بيعمل طبعا توليفة مهمة جدا ورائعة للاستشفاء أو للعلاج، لأن مش بالضرورة يكون الاستشفاء فقط للمرضى، لكن ممكن يكون الاستشفاء من أجل تعظيم تحسين الصحة يعني. وتحسينها. فتعتبر سفاجة طبعا من الأماكن المهمة جدا. الرمال السوداء دي، عفوا يا دكتور، الرمال السوداء عشان يعني نقطة نقطة كده، دي بيدفن فيها الشخص؟ بيدفن فيها الشخص. بتبقى ازاي بقى؟ بيبقى الدفن في خلال شهر 6 و7 و8 و9، الفترة دي طبعا هي فترة يعني تعامد الشمس بشكل قوي جدا على الرمال، فبيكون فيها جفاف أكتر. بيكون الدفن لمدة يوم ويوم تقريبا، في خلال فترة أسبوعين أو 10 أيام، يعني يقعد 10 أيام بيدفن في الفترة يوم دي كلها. ويوم يوم ويوم. بعض الأمراض بتبقى 3 أيام بس، ممكن يكون كل سنة مرة أو كل سنتين مرة على حسب. في بعض الناس اللي بيروحوا مش مرضى أصلا،
بيكون محتاج بس ان يفتح مسام الجلد بتاعه او يعمل هيتنج للمفاصل او يعني تدفئه للمفاصل يعني تدفئه يسحب الرطوبه من الجسم بيسحب الرطوبه مثلا الكلام ده كله طبعا في بحث علمي موثق وفي شغل عالمي اتعمل في مصر في بدايه التسعينات باشراف استاذ الدكتور هاني الناظر وقريه منى في الكلام ده اتعمل فعلا واتعملت دراسات عظيمه على هذا التخصص وكانت لها نتائج مبهره بيجيب نتيجه يعني طبعا لا بحث علمي يعني حقيقي مش كلامه بس اضافه الى سيوة وتعتمد طبعا على نفس الرمال تقريبا بنفس المستوى رمال سودا برضو بالضبط كمان في جنوب سيناء كمان في شمال سيناء كمان في الوادي الجديد كل دي حاجات فيها رمال طيب لو بصينا على الأماكن اللي فيها المياه الكبريتية طب قبل برضو ما نعدي الرمال خليني أستفيد بوجود حضرتك لو مواطن بيتفرج علينا النهاردة هو المفروض يعمل إيه لو عايز يوصل للمكان ده لو مثلا حضرتك قلت الوادي الجديد هو الأقرب لي أو سيوة هي الأقرب أو سيوة أو سفاجة مثلا يعني لو عايز يتوجه بقى المفروض أنه ينظم رحلة مثلا المكان ده ولا في مثلا أماكن مخصصة هناك بيتواصل معاها بيعمل إيه في بعض شركات السياحة اللي موجودة في مصر معنية بتنظيم رحلات ده بالفعل وبتنظم ده في المواسم بتاعتها اللي هو شهر 6 و7 و8 و9 بالفعل ده موجود من 6 ل 9 من شهر 6 لشهر 9 ده الموسم الخاص بالدفن المرضى بقى روماتايد والحاجات دي كتير جدا من شركات السياحه اللي بتنظم العمل بالشكل ده او التوجه مباشره للقرى السياحيه اللي موجود فيها هذه الخدمات ده موجود بالفعل في سفاجه وموجود في سيوه وموجود في الوادي الجديد مكلف لكن ده مش دكتور؟ بالشكل ده بالعكس ده هي يعني تعتبر سياحه الفقراء لانها مش مكلفه طبعا ما تعملش الا لو كان في نظام خاص بالفندقة محتاج جناح محتاج حاجات كده لكن هو على مستوى الخدمات لا طبعا بالتأكيد خدمات بسيطة جدا تمام المعني في الموضوع ان يعني دي نصيحة طبعا للذاهبين الى العلاج من هذا النمط ضروري يكون بإشراف طبي يعني ما ينفعش هو لوحده يروح ويحصل ده منه لأنه ما يعرفش إيه التبعات اللي ممكن تحصل إذا كان عنده انخفاض مثلا في الضغط أو عنده أمراض القلب أو عنده سكر أو عنده كذا فهو ما بيعرفش إيه اللي ممكن يحصل نتيجة الدفن لساعات طويلة تحت الشمس فبالتالي إذا كانت الرغبة فقط للعلاج فبالتالي لازم يكون في إشراف طبي يقنن له هذه العملية بشكل سليم اشراف طبي بمعنى ايه بمعنى هو يعني يتواصل مع دكتور من هنا ولا هناك بيبقى في طبيب موجود من هنا في بعض الاطباء المعنيين بالكلام ده فعلا وهناك كمان في بعض القرى السياحيه موجوده فيها اشراف طبي يعني ما ينفعش يروح كده لوحده ويحصل ده بدون ما يكون هو عارف بالظبط ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجه الدفن لو تم بشكل غير سليم ضغط الجسم يرتفع مثلاً او ينخفض تحصل او حاجه تحصل زي كده طبعا في الامور الاستشفائيه بالتاكيد برضو محتاج الى رعايه طبيه لانه في الاصل الموضوع كله بيخضع الى الصحه والى تعظيم الفائده من هذه الانماط في الاستشفاء البيئي في ناس بتقول على الموضوع ده برضو وسيادتك موجود معنا نستفيد منك يعني انه بيخسس ففي ناس بتلجأ له للتخسيس هو حتى لو كان ناس بتلجأ له للتخسيس فهو بيعتمد على تذويب الدهون طبعا ويعتمد على سخونة الجسم ومدها بكمية من الطاقة لأن الإنسان لو كان موجود ومعرض للشمس في الوضع العادي ما بالك لو كان مدفون لعدد من الساعات في توقيت معين بالنهار أكيد يعني هيحصل له كل خير يعني. لكن طبعا مش ده الهدف ومش ده الأساس وكل نمط من الأنماط حتى بيعانوا من السمنة لها درجة من درجات أستخدم فيها إيه يعني ما ينفع في النظام الغذائي لا تصلح فيه الجراحة مثلا أو العكس أو لا يصلح فيه إذابة الدهون أو البالون فكل واحدة لها نمطها اللي بيتناسب مع الوزن والبادي بيلت اللي هو الوزن الجسم والطول والكلام ده والسن النمط الثاني المهم في الموضوع هي المياه الكبريتية ودي موجودة في بعض محافظات مصر موجود مثلا في حلوان الكلام ده كان مكتشف من أكثر من 150 سنة ولا زال بيمارس هذا النوع من العلاج في حلوان بالمياه الكبريتية اللي بالتحليل فعلا لما حللناها في 2016 ادت نتائج كويسة جدا من احتوائها على الكبريت اللي هو بيعالج في بعض الخصائص المهمة جدا للعلاج زي أمراض الروماتويد والروماتيزم وحتى الصدفية وتقرن الجلد لو كان في حلوان في عين أو اثنين أو ثلاثة طبعا حلوان فيها ثلاث أو خمس عيون تقريبا في عندك مئات العيون الأخرى موجودة في مصر معروفين أهم المحافظات عيون حلوان معروفة للعامة معروفة يعني في طبعا عين حلوان دي موجودة في مركز طبي موجود في حلوان في حاجة اسمها عين الست خضرة موجودة برضه في حلوان وأهل البلد عارفين يعني عارفين الأماكن كويس جدا يعني
طبعا في حمام موسى، طبعا ده مكان معروف لكل المصريين، حمام فرعون يسمعوا عنه برضه لكن يمكن كتير ما زاروش المكان. في الوادي الجديد عشرات ومئات الآبار والعيون الكبريتية الدافئة منتشرة في كل المناطق اللي هناك، في إسنا، في أسوان، في الأقصر، أماكن كتير جدا فيها عيون كبريتية بتحتوي على المياه والكبريت اللي بيصلح في الاستشفاء وفي العلاج. بتختلف نسبة التركيز الكبريت في من مكان لمكان بالتأكيد. الأعلى تركيزا تقريبا فين؟ حلوان، هو يعني تحللت حلوان والوادي الجديد، تحللت بعض الأماكن في الوادي الجديد وحلوان، لكن ما فيش جهة حللت أكتر من الأماكن دي كلها. كان المفروض أن تكون في جهة من الجهات في مصر مثلا تبدأ تحلل العيون دي وتقارنها ببعضها البعض وتوصف ما يمكن أن يستخدم في هذا المكان بالضبط ويتستفيد بها بإيه، لأن برضو مش بالضرورة أن احنا كل الكلام يكون في المطلق أو يكون أن احنا سمعنا. ما ينفعش وإحنا في هذا العصر في 2018 نتكلم إلا مدعومين بالبحث العلمي اللي يؤكد الكلام. ليه؟ عشان حاجتين، عشان الأمانة اللي احنا بنتعامل بها كأطباء مع الناس، احنا بنتعامل مع الصحة اللي المفروض كثير من الناس بيجهلوا فوائد وأهمية هذه الاستخدامات، وعلشان التسويق المستخدم في الخارج. يعني حقيقة للمصريين انزل المية ممكن ينزل بسهولة، لكن الأجنبي اللي هو القادم للعلاج لهذا الغرض أو حتى الاستشفاء لو طلبت منه أنه يستخدم نمط من الأنماط فهو مش هيستخدمه إلا لما يعرف بالضبط هو فايده إيه وبيفيد في إيه وبيقدم لي إيه واستفيد منه إيه. ناس طبعا يعني بتحافظ على صحتها بشكل كويس، فمش كل كلام مرسل يمكن أن يعني يتم تسويقه، لكن التسويق لابد أن تكون هناك أفكار مبتكرة. أولها نحن نبدأ بالفعل نحدد 5 أو 10 أماكن من الأماكن الكتير اللي موجود في مصر. المعلومة أول حاجة، أنت يكون عندك معلومة وخريطة وتوثيق المعلومة. هو الخريطة موجودة لكن توثيق المعلومة في أماكنها الصحيحة. لا، خريطة معلوماتية، أنت معلوماتية. عندك معلومة عن كل معلومة مكان عن التفاصيل موجود. المكان تفاصيل المكان بما يحتويه طبعا. مراكز العلمية موجودة في مصر وأمها طبعا مركز القومي للبحوث، جامعات موجودة في مصر ممكن بسهولة جدا يعني تخضع هذه الأماكن للتجربة وللبحث العلمي اللي المفروض هيساعدنا كويس جدا في تسويق هذه الإمكانيات الضخمة المعطلة عبر مئات السنين. يعني ممكن احنا متأخرين عن دولة صديقة زي الأردن وشقيقة 50 سنة مثلا. الأردن لما بدأت تحتفي وتحتفل بهذه المنظومة كان في الثمانينات، احنا لغاية 2018 وماشيين بخطوات أقل من قيمة مصر الحقيقية. وإحنا في هذا الزمن وفي هذا العصر لابد أن نثمن كل المشروعات المفروض تقام في هذه الفترة طبعا. ويمكن حتى بداية الموضوع لما بدأ في 2016 بعد إعلان فخامة الرئيس عن الاهتمام بالسياحة العلاجية في مؤتمر الشباب، ده كان في الأقصر أعتقد في نوفمبر 2016 أو ديسمبر. يمكن من بداية الكلام في هذه في هذا التوقيت هنا بدأ التركيز شوية طبعا جهات كثيرة معنية بالموضوع، بالإضافة إلى أن في يمكن كلمة أنا بأكد عليها جدا، أن مش الجهات الرسمية فقط اللي هي مسؤولة عن السياحة الصحية في مصر، كلنا مسؤولين. كل الأفراد اللي موجودين في مصر كلهم باختلاف طوائفهم وباختلاف مهامهم طبعا ومهنهم هم معنيين بهذه الصناعة. لكن هي الفكرة يا دكتور أن لو إحنا محتاجين خريطة معلوماتية زي ما بنقول كده، دي لازم جهة هي اللي تحدد لي المكون بتاع الحاجة اللي عندي دي شكلها تمام. ايه تمام. الفايدة بتاعتها ايه، تعمل لي شكل كده معين يكون معايا فيه كل الحاجات اللي متاحة عندي تمام. للمكان ده أبدأ انا كمواطن او كشركة او كإعلام او كغيره أبدأ اسوق واروج لده. هو احنا كلنا مصر بالمناسبة يعني جهات وغيره وقطاع مجتمع مدني وقطاع خاص وافراد وحضرتك وانا والإعلام بس مثلا الناس. مش انا اللي هروح احلل مش قصدي المية دي أنا شكلها أنا ايه انا ما لم اقصد التحليل تحديدا، انا بقصد ان مفهوميه الموضوع يعني حيك ابتسامتك في وجه الضيف القادم دي 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 ميزه تساوي بالضبط التحليل اللي احنا هنعمله. العامل اللي في الاوتيل اللي بيحمل الحقائب واحنا قد نستهين بذلك اذا لم يكن مبتسما في وجه الضيف ما هي هو منظومة بالضبط. فنتكلم عن المنظومه كلها، كل بما يعني حيك اعلاميه بتتكلم عن الموضوع باهتمام، اخرين مفروض يتكلموا عن الموضوع باهتمام، مصر للطيران، الشركات المضيفه وهكذا. انا اقصد المنظومه كلها لازم يكون في وعي ان هذا المشروع كلنا هنستفيد منه طبعا. وحتى لما احنا بنقدم ما يجب ان نقدمه، احنا مثلا المؤسسه المصريه للسياحه العلاجيه
كان لنا دور في بفضل الله انتاج اول خريطه الكترونيه تعبر عن هذا الكلام. الخريطه بتاعتنا فيها جزء من المعلوماتيه اللي مش كامل طبعا، لان احنا حسب المتاح بالظبط وحسب الامكانيات، لان ده مكلف ان حضرتك تحللي نوع من الميه مثلا في الكلام ده بالاف مش برقم بسيط. فبالتالي انت محتاجه منظومه فعلا تاخذ الامر بجهه من الجديه والاهتمام القوي، لانه ده هيجيب فلوس وهيجيب بسرعه جدا. حاجة تانية ان احنا محتاجين حاجات بسيطة جدا لتنظيم هذه المنظومة، مش محتاجين نبني مباني او ننشئ مصانع او نعمل الكلام ده، بالعكس كل ده متاح بالفعل وموجود. يمكن حاجات بسيطة بس اللي محتاجها اللي هو نقطة البداية والانطلاقة بقوة والنظام. يعني لو حطينا شكل هنمشي سيستم خلاص ماشيين عليه كلنا يعني. وبعدين احنا ما بنخترعش العجلة في الموضوع ده، يعني دول كبيرة جدا وكتيرة جدا اقربها الاردن طبعا لينا، ودول اخرى في المنطقة ليست الاردن فقط. يعني مين الجهة يا دكتور اللي لو خطبتها النهاردة اقول الجهة الفلانية المفروض انها تقوم بهذا الدور التنظيمي، وتطالب الجهات اللي هي العلمية انها تحدد المعلومات ونبدأ نجمع المعلومات ونعمل شكل معين تقوم به الجهة دي على أساسه بتسويق الموضوع وتوزيع الأدوار؟ بص يا فندم، هي الجهة طبعا احنا كنا بنطالب كأفراد لما بدأنا نتعامل في الموضوع، وكنا شايفين ان في بعض النقص اللي موجود في تنظيم هذا العمل، كنا بنطالب بتأسيس مجلس أعلى أو هيئة اسمها الهيئة العليا مثلا للسياحة الصحية أو المجلس الأعلى للسياحة الصحية. الكلام ده المفروض احنا يعني احنا وبنطالب بيه ولا زلنا طبعا مجموعة المهتمين بالموضوع، احنا يعني مش انا لوحدي طبعا، ان يكون في جهة منوط بها هذا العمل، وهذه الجهة تتبع رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء علشان يكون لها القوة في إدارة هذه المنظومة. ليه؟ لأن المنظومة دي محتاجة وزارات تساعدها في الموضوع، السياحة صحة السياحة بحث علمي. الصحة السياحة البحث العلمي الخارجية الداخلية المجتمع المدني، لأن حضرتك بتتكلمي عن منظومة كبيرة جدا منظومة الدولة في إدارة هذا العمل هتدر ليكي مليارات مش ملايين. هذا بالحقيقة ليه؟ لأن طبعا حتى تسويق هذا العمل احنا بنستهدف به مجموعات من الدول مش دولة، يعني مثلا السياحة العلاجية الطبية من الممكن تسويق خدمات السياحة العلاجية الطبية إلى إفريقيا والدول العربية بريادة. يعني حيك هتكوني متصدرة المشهد وتبدأ تنظمي اللي هم بيلجأوا إلى دول أخرى بعيدة جدا جدا، بعيدة جدا وممكن تكون الخدمة فيها أقل شوية أقل كمان من الخدمة المقدمة في مصر وأغلى وأغلى يمكن مصر الخدمة الصحية بالزبط فيها بالزبط أقل في التكلفة من برة بالضبط. الكلام ده ليه؟ لأن حتى فترة تعويم الجنيه كان مفروض إحنا نستغل هذا العمل بشكل لجذب هؤلاء القادمين للعلاج، لأن حيك النهاردة لما تشوف تجربة زي تجربة فيروس سي مثلا والعلاج اللي موجود في مصر ب 8000 دولار يشمل التذكرة ويشمل الإقامة والفحوصات والعلاج الباكج كله 8000 دولار، وده برايم فارم اللي بتعمله عبر تور أند كيور ومشروعها العظيم. العلاج مثيله في دولة زي أمريكا مثلا أو الدول الأوروبية ب100,000 دولار، كم 75 تقريبا 75 80 يعني يعني فرقم كبير. وحضرتك هناك انت ما فيش تذكره ما فيش طيران ما فيش اقامه، انت ما فيش الخدمه المقدمه، ما فيش الخدمه المقدمه يعني. لكن انا بحكي لك عن الخدمه قرنها تقريبا 10% من الموجود هناك بالاضافه لكل الباكج اللي هو اخده ومنه العلاج. الكلام ده كله لو كان التسويق بيكون على مظلة أوسع من مظلة الاهتمام بجزئية واحدة، فتشوفي مثلا زراعة المفاصل في مصر لو تعمل لها نفس الباكج مثلا، أو عمليات التجميل وتكميم المعدة اللي كتير من العرب أو الأفارقة بيلجأوا لها، أو لعلاج الأورام أو كلام كتير جدا. كلام ده حيك لما تبدأي تسوقي ليه بشكل كويس جدا، فأنت بتستهدفي مجموعة من الدول كبيرة مش دول بسيطة، اللي هو كل الدول العربية ثم الدول الإفريقية. تستفيدها كبيرة وبتنفق كتير على الجزء الصحي، وبتنفق كتير ومش هتبطل تنفق، يعني هو هيستمر طالما في أمراض وطالما في صحة وطالما في ناس بتسعى للصحة بالتأكيد هيبقى الإنفاق مستمر. إضافة إلى الجزء الخاص بأوروبا مثلا، تحاك تشوفي أن الشمس في أوروبا شهر أو بعض الأماكن ما فيهاش أيام، يعني الكلام ده كله ممكن استخدامه في السياحة الاستشفائية. فبالتالي كل أوروبا وكل العالم معني إذا كان يعلم الداتا والمعلومات اللي موجودة في مصر عن السياحة الاستشفائية. طيب عايزة أرجع بحضرتك يا دكتور، ليه المنظومة
المواطن المصري أو المواطن العربي في الإطار الأقرب بتاعنا، وإحنا بنتكلم ما بعد العيون الكبريتية أو المياه الكبريتية، إيه تاني ممكن يكون عندي ولعلاجات أخرى يعني لأمراض أخرى؟ في عندك العلاج بالطمي، وده نمط من أنماط السياحة الاستشفائية موجود فقط حاليا في مركز حلوان الكبريتي، موجود في مدينة حلوان، وعمره ممكن في تقديم الخدمة عشرات السنين، وهو نمط موجود، وبجلب الطمي من قاع النيل ومعالجته بشكل معين بخلطه بالمياه الكبريتية، فبنستفيد بالحاجتين اللي هو الطمي الموجود بالإضافة إلى احتوائه على الكبريت. يمكن يعني النيل كمان يستخرج من الطمي بتاعه وحاجات استشفائية. هو حقيقة يعني احنا مش هنبقى مستغربين لما نشوف مثلا المغرب ونشوف الأردن يستخدموا كل الكلام ده، طمي المغربي اللي كل ستات العالم بتعرفه طبعا عبر التسويق يعني. حتى حقيقة او كل الناس يمكن ما شافوش المحتوى هل هو نفع او ما نفعش مثلا، لكن تعال حقيقة هو مغربي فعلا ولا لا، هو مغربي ولا لا. ايوه احنا العلاقة بتاعتنا بس في الغلاف يعني. الغلاف والاسم. فحقيقة تخيلي لو الكلام ده معمول يعني بشفافية حقيقية وبحث علمي حقيقي وبصدق، يعني الناس تاخد فعلا المادة الموجودة بالكلام اللي تحتويه فعلا من خصائص وفوائد، لأن احنا بنتكلم عن الصحة ما بنتكلمش عن حاجة يعني بسيطة. كل الكلام ده حيك في الأنماط الموجودة، دي أنماط كتيرة جدا يعني 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 صناعة السياحة الصحية في مصر لما يحسن استخدامها بالشكل الأمثل ممكن يعني يكون دخلها عشرات أضعاف ما يمكن تخيله. لحيك لأن في منظومة حيك توصفتها اللي هي منظومة الصحة والمرض، دي منظومة مهمة جدا يعني كل الناس بتعالج وكل بيوتنا فيها علاج، لكن هنستخدم إزاي الكلام ده بشكل تسويقي غير نمطي. لأن حيك وانت بتتكلمي عن إفريقيا، إفريقيا فيها لغات وليست فيها اللغة العربية فقط. كلمة مثلا عن اللغة العربية ده جزء، اللغة الإنجليزية ده جزء تاني، الفرنسية ده جزء ثالث، الهوسة للغة غرب إفريقيا بتكلم بها أكتر من 200 مليون، نيجيريا والنيجر وتشاد والكلام ده. فهنت حيك تتكلمي عن مصر بلغتك يبقى أكيد كل صوتك هيوصل لآخر مدينة الإنتاج الإعلامي أو مدينة دريم لاند فقط يعني. لكن حيك لما تتكلمي عن المنظومة بلغات انت، لا انت حيك بتخاطبي العالم بلغاته، حيك تخاطبي العالم بلغاته اللي يحب يسمعها أخذ بال حيك، وهي الصورة والرمز البسيط الفيديو علشان يعني رب صورة تغني يعني عن ألف كلمة المثل الصيني المشهور. فبالتالي احنا محتاجين نغير منظومة الفهم حتى في التسمية، هل هي السياحة العلاجية ولا الاستشفائية ولا الصحية. وبالتالي احنا لما نعرف ونعلم الناس احنا لما نفهم كمان يعني انا بالزبط. لما هفهم هعرف اشتغل على الموضوع واروج له وغيري وغيره، حتى المواطن البسيط، الناس اللي عندها تواصلات في الخارج، الناس اللي عندها قرايب بره، يعني الحاجات البسيطه دي بتدعم احنا كتير. الشيء المهم في الموضوع ان زي ما بدات في بدايه الحلقه مع حيك ان كلنا معنيين، يعني مش يعني مش الوزارات اللي احنا سميناها بس هي المعنيه بالموضوع، لا كلنا، كل مصري، كل مصري غيور على بلده، غيور على ان يكون انا ليه ما اكونش زي الدوله الفلانيه في الرياده في هذا المجال. وبكل تأكيد مصر إذا أرادت فعلت. أكيد طبعا إن شاء الله، والمصريون يعني أو الشعب المصري ما فيش حاجة بتوقفه، لكن في النهاية احنا محتاجين نقدم عفوا المعلومة الدقيقة عشان نقدر المنظومة كلها تشتغل والمكنة كلها تلف في الموضوع ده. وبرضو بضم صوتي لصوت حضرتك يا دكتور في ان احنا لابد من وجود مجلس متخصص ويكون تابع، يعني حضرتك تفضلت انه لرئاسة الجمهورية او لمجلس الوزراء او ايا كان الجهة اللي هتكون متابعة بشكل مباشر لهذا المجلس، لكن لان ما نتكلمش بقى نقول ايه انه هيتفرق بين القبائل، لا احنا عندنا في مؤسسات بتساعد بالظبط محتاجه تتضامن في الشكل ده. هو انا بس كلمه مجلس او هيئه يعني ليه ذكرتها؟ اخد بقى حقك، هو انت مش بس حقك مطلوب منك انك تعرفيني عن الاماكن بس، لكن مواصفات المكان الذي يقدم الخدمه مواصفاته ايه؟ فانا بدور على حاجه مهم بالظبط، بدور على حاجه مهمه جدا وهي الجوده. يعني انا مش بالضروره في 2018 انجح وفي 2019 يحصل لي ديكلاين او انحراف في الخدمه، بالعكس انا لازم احط الاستراتيجيه اللي تمشيني لغايه 2090 اخد بال حضرتك بمنظومتي اللي انا هبدا فيها. انا يعني بتكلم من باب ان انا بتكلم كدوله 2000 مثلا و30 2020 على حسب، وابدا في هذا الكلام احط المواصفات التي يجب ان تتوفر في المكان مقدم الخدمه بالتاكيد، لان انا لما بفرض ان هذه الخدمه بالرقم الفلاني باديها لك وحضرتك يعني واخده كل ما يمكن انك انت تاخديه بهذه القيمه. الجزء الثاني في الموضوع من يقدم الخدمة كإنسان، المواصفات المطلوبة فيه كمستوى تعليمي، خبرة كمستوى خبرة، إيه، لأن حتى كتير جدا من أصدقائنا وهم في مصر بيسافروا برا علشان يعملوا الكلام ده
عشان الخدمة المقدمة. فمش بس المكان ولكن العامل البشري، وده محتاج لتدريب ومحتاج لمهارات. مفيش مانع أبدا يكون في تعاون بيننا وبين من سبقونا في هذا المجال ويعلمونا ويدربونا وإحنا نعلم غيرنا وهكذا. بالتأكيد الجودة المطلوبة في تقديم الخدمة لأنها معنية بصحة الإنسان، الجودة مطلوبة في كل حاجة، لكن احنا بنتكلم عن صحة الإنسان اللي هو المعني بالحوار وبالكلام. فبالتالي الجهة التي ستشرف على هذا الكلام اللي هي الهيئة أو المجلس الأعلى لابد أن يكون في كل الخبراء، لابد أن يكون في كل المختصين ما بين البحث العلمي وبين مقدم الخدمة وبين مراقبة الأداء. يعني بالتالي حتى لو أنا هيك عندك منشأة صحية سواء طبية أو استشفائية مش بالضرورة أن اللايسنس ده يفضل معك 10 سنين، ده أنا ممكن أراقبك كل سنة وأشوف مستوى حياتك ونحسن الخدمة. كل ما الناس هتثق في خدمتنا، كل ما الناس هنصنع إحنا ماركت كبير جدا يبدأ ينتقل من دولة لدولة. وحيك شايفة طبعا أو كلنا مجربين الدعاية المتحركة أوقع وأفضل، لأن أنا جربت بالفعل. فبالتالي بنصح عليك وحيك تنصحي وهكذا يكون فيه تسويق بشكل مختلف. لما عملنا احنا الجزء الخاص بينا بالخريطة هيك احنا يعني وصفنا بعض الأماكن، ما أعرفش إذا كان ممكن نستعين بها أو لا. هي مش واضحة بس الخريطة معاهم يعني مش هتكون جاهزة. مش مشكلة، هو يعني على بوابة إلكترونية في الخريطة الإلكترونية موجودة traficare.com موجودة بالفعل طبعا تنسيق ما بين مؤسسة المصرية للسياحة اللاجئة وبعض الشركات اللي ساهمت في يعني عملنا خريطة جاهزة للأماكن الاستشفائية، وده يعني هدية لكل المصريين وهدية لكل العالم مننا المعنيين بالموضوع. وطبعا الحمد لله أفنينا جزء من عمرنا في توصيف هذا العمل والإخلاص لي. يمكن هذه الخريطة موجودة علشان تعبر بسهولة جدا عبر كمان الموبايل أبليكيشن إنك تعرف الأماكن والخصائص الموجودة في كل مكان. فلو ضغطتي مثلا على حلوان أو سفاجة أو حمام موسى أو فرعون مثلا هيك تجيلك كل المواصفات اللي في المكان، يبعد كم عن القاهرة، أقرب مطار لي إيه، المستشفى الأقرب منه ليه، المطعم اللي جنبه إيه، إيه الأماكن السياحية الموجودة في المكان، إيه الأماكن الاستشفائية الأخرى اللي موجودة في المكان. خدمة متكاملة. هيك إحنا بندي تعريف لكل الأماكن الاستشفائية. هذه الخريطة لما حبينا يعني نضمن لها بإذن الله النجاح حاليا تخضع للترجمة ب6 لغات عشان ما يبقاش بس اللغة العربية اللي احنا فاهمينها وفقط. ما يبقاش من خاطب مدينة ايوه، فلا احنا لازم نخاطب العالم اخدها بالحقيقة لان هو لغتك يعني هي اللي تعبر عن سوقك فين. فعملناها بالانجليزية اللغة الام طبعا، وعملناها بالفرنسية وبالايطالية وبالاسبانية وبلغة الهوسة. ممكن ده يكون اول يعني خريطة موجودة ب6 لغات دول تحديدا، لأن كل لغة بنستهدف فيها جزء سواء في الاستشفاء دي اتجاه معين أو طبي. الخريطة أيضا بالإضافة إلى سهولة استخدامها ممكن حضرتك تعملي بحث بالأمراض، يعني تقول مثلا أنا لو عندي صدفية فتكليك على الصدفية يحدد لك المكان اللي أنت ممكن تتعالجي فيه، فين سفاجة، اضغطي على سفاجة فين، منفل مثلا أو المكان الفلاني. فبالتالي الكلام ده كله معني خطوة جميلة والله. إضافة إلى الأعشاب الطبية، وإحنا طبعا يعني معظمنا عفوا كمصريين أو عرب أو أفارقة حتى بيميلوا إلى العلاج العشبي هو العالم كله بدأ كمان يستفيد منه يستفيد منه. فعملنا كمان سيرش داخل الخريطة إزاي حضرتك لو عايزة أي عشب من الأعشاب المهمة ممكن تضغطي عليه فتشوفي كل المواصفات وكل المعلومات. يمكن تكاتف الجميع يعني سواء كان يعني شكر وتقدير طبعا للشيخ عبد المحسن الحكير اللي هو كان أهدانا هذه الخريطة يعني سوري الجزء الأعشاب إنه يكون من ضمن المنظومة، ثم أفكار أخرى من أصدقائنا لإنتاج هذه البوابة اللي هي بنعتبرها يعني هدية لكل من يريد أن يستخدمها أو ينشرها. أخذ بالحقيقة ما عندناش مشكلة أبدا لأن فيها معلومات كويسة جدا لكل الناس. وفي كمان يا فندم مصر عملت موسوعة النباتات الطبية والعطرية، ده يعني كان معايا ضيف الأسبوع اللي فات، دي أول موسوعة طبية وموجود على الموقع. إحنا عندنا تقريبا عدد ضخم جدا، ممكن حضراتكم تضيفوا الجديد فيه كمان تحسنوا بيه الخريطة. يمكن إحنا يعني كأبديتابل سايت فإحنا يعني قابل للتطور وبكل الأفكار والتعديل والتحوير بكل من يحب أن يشارك معنا في يعني تعظيم هذا العمل.
اللي هو بيعتبر يعني يمكن اول عمل بيتم بالشكل ده، ويكون ان شاء الله فتحه خير لكل الاخرين اللي يبداوا ينافسوا في جزء او يضيفوا جزء. ما فيش مانع ابدا ان احنا نتعاون مع كل الناس لتقديم خدمه تليق بمصر وبحجم مصر ان شاء الله. الجزء اللي انا يعني بانصح بيه اللي هو يعني المجتمع المدني مهم جدا في حمل الرايه مع الدوله ومع القطاع الخاص للتعريف، لانه ليه قاعده كبيره جدا في المعلوماتية. احنا بقى محتاجين يعني منظومة بقى وكلنا نشتغل في إطار هذه المنظومة. طبعا حضرتك أضفت لي معلومات كتير جدا، ولو الخريطة معنا يا ريت تبقى على الشاشة نشوف الخريطة. اهي هو بالتالي طبعا الخريطة فيها علامات لونها أحمر. كل علامة من العلامات دي إذا الإنسان ضغط على المكان فهو بيعرف على طول يوصل للمكان بكل المواصفات. جزء اللي هي الدائرة اللي بالألوان المختلفة، كل دائرة بتمثل أو كل لون بيمثل مرض من الأمراض المشهور استخدامه في السياحة الاستشفائية، ومنها الصدفية والروماتويد والروماتيزم وتقرن خشونة الركبة والحاجات دي بقى الأماكن دي كلها. فكمان إذا ضغط على هذا المكان هو بيوصله إلى أحسن مكان يمكن استخدام الخدمة فيه. ده الموقع، معلش ممكن تقول لنا الموقع تاني يا دكتور؟ travicare.com تمام، أو egyptmedicaltourism.org تمام. هنسيب إن شاء الله الأرقام، بالإضافة إلى الجزء العلوي اللي هو جزء الاستشفاء بالأعشاب العشبية والطبية. ممكن حيك برضو إذا ضغط على هذا المكان بيظهر له العديد من الأعشاب اللي ممكن استخدامها أو اللي تعرف على استخدامها بشكل يعني علمي مدقق بشكل كويس جدا. كل من يدخل هذه الخريطة ويشوف معلومة إحنا يعني هتفيدنا في إحنا مستعدين جدا نعدل ونبدل وننظم بكل شكل يفيد مستخدمين بقى إن شاء الله يعني. الخريطة وخطواتها كلها إن شاء الله. أنا بشكرك يا دكتور نورتنا وموفقين يا رب، ومجهود مشكور إن شاء الله يكون إضافة لحضراتكم وللمصريين جميعا والمصر بشكل عام. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد العاطي المناعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية، نورتنا وشكرا جزيلا لحضرتك. أهلا بك يا فندم، شكرا لك. وبنستمر مع حضراتكم، بلدنا حلوة وبلدنا فيها خير كتير، بس الموضوع محتاج تنظيم. بنأكد تاني ان النظام وان احنا نحط شكل ونحط هيئة معينة ونحط مجلس متخصص يدير الموضوع، هنوصل بالموضوع لشكل افضل. لان السياحة الصحية، السياحة العلاجية، السياحة الاستشفائية، دي كلها مصطلحات بيدخل تحتها جهات كتير، اشخاص كتير، ناس كتير هتشتغل في الموضوع، فمحتاجين نحط له شكل وهيئة محددة تكون مسؤولة عن هذا النوع من مصدر دخل كبير، مصدر عملة صعبة، مصدر لفرص عمل كتيرة. احنا بنحسن الدولة في حاجات كتير، فدي حاجة موجودة، كل اللي هنعمله ان احنا هننظمها ان شاء الله. مصر رايحة للأحسن. بنستمر مع حضراتكم في صباح دريم، أحلى صباح في مصر. المال العام له حرمة كبيرة في الإسلام، فلأن هذا مال ليس خاص بشخص بل هو خاص بكل الشعب، فهؤلاء سيحاجونه أمام الله. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام واحد، فكيف سيدافع عن نفسه أمام ملايين سيطلبونه لأنه سرق حقا من حقوقهم أو مالا من أموالهم. فالمال العام كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالمال العام له حرمة، وكلنا يعلم حديث ابن اللتيبة وغيره الذي يعني عينه الرسول صلى الله عليه وسلم في وظيفة جمع الأموال، وحينما مثل موظف في الدولة الآن، وبعد أن رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا هو المال الذي جمعته والجزء الآخر الذي معي هذا لنفسي. فالرسول سأله كيف لنفسك؟ قال الناس أعطوا لي هذا هدية، أعطوا لي هذا مثل هدية، وهو في العمل كما نقول سيجارة أو خد شايك أو مال. قال له هذا لي وهذا لكم. قال للرسول هذه الكلمة، فالرسول غضب غضبا شديدا وقال أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمي فينظر أيهدى إليه أم لا. يعني هذا المال الذي جاء كله بسبب الوظيفة يجب أن يدخل بيت المال المسلمين أو خزينة الدولة، وهذا لم يأخذه سرقة أو اختلاس. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فكيف بمن يسرق أصلا وبمن يمد يده على
أموال الدولة وما إلى ذلك، فهذا محرم شرعا. وكذلك من يتهرب من دفع الفواتير وغيرها فهذا مال للدولة، لا يجوز أخذه سواء بالإيجاب أو بالسلب. زواج المرأة الثيب مسموح ليها، لأن أي إنسان أو إنسانة إذا مثلا تزوج وترمل مثلا أو حاجة زي كده، ممكن يبقى هو محتاج هذا الزواج عشان يقدر يعيش بطهارة ونقاوة في المجتمع. لكن لازم يسأل في السبب، يعني ليه هي انفصلت عن زوجها الأول. السبب هنا بيفرق، ممكن يكون السبب لأخطاء جسيمة في حياتها، فلازم ترجع للكنيسة وتاخد تصريح لما الكنيسة تطمن لمعالجة أثار الأخطاء الجسيمة دي. وممكن تبقى هي انفصلت عن زوجها لأخطاء خاصة به هو، في الحالة دي الكنيسة تسمح لها فورا بالزواج، لكن طبعا لازم يبحث السبب. لكن من جهة المبدأ يعني المرأة اللي تزوجت مرة ممكن يسمح ليها بالزواج مرة أخرى، لكن بعد دراسة أسباب الانفصال.